تنعى وزارة الإعلام الزميلة الإعلامية سناء يوسف صقر التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز سبعة وأربعين عاما بعد معاناة طويلة مع المرض ورحلة حافلة بالعطاء والإنجاز عملت الزميلة الراحلة نحو ثلاثة وعشرين عاما في وكالة أنباء البحرين وإذاعة مملكة البحرين وعرفت بشغفها وحبها الكبيرين لعملها الإعلامي تتقدم وزاره الاعلام باحر التعازي وصادق المواساه الى اسره الفقيده والاسره الاعلاميه داعيه المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء